احساس صعب جدا، مؤلم جدا جدا جدا، ان اقرب الناس لينا نلاقيهم مش عارفيننا ومش فاكرين اي حاجه، وتتمسح من الذاكره كل الذكريات القديمه والجديده، ويبقوا كانهم اشخاص تانيين. الزهايمر محتاجين نفسره هو ايه، وهل فعلا بيتمسح كل الذكريات القديمه ولا الجديده، ولا بيبقوا فاكرين القديم والجديد؟ لا، حلو، حلو قوي. انت كلمتي اولا عن حاجه مهمه جدا، معاناه الطرف الثاني اللي هو صحيح. الناس المقربين لمرضى الزهايمر. والزهايمر بيتقطع الزهايمر، الالف واللام دي مش اداه تعريفيه، هو اسمه يعني يرجع للمكتشف اصلا مرض الزهايمر، اليوس الزهايمر. تمام، عشان الناس اللي كان عندي زهايمر ده حاجه تانية لا، هو خالص. الزهايمر. تمام، فهو الزهايمر. تاني حاجة، الناس المعاناة أكتر ليهم هم الناس المصاحبة للحالات المصابة بمرض الزهايمر، هم العيلة، الابن، الزوجة، عارفة حضرتك، المحيط، البيئة المحيطة بيه، هم اللي بيعانوا أكتر. الشخص نفسه مش بيعاني كده، ما هو مش فاكر حاجة. لأن هو مش مدرك إن هو أصلا عنده مشكلة. ساعات بيجيله، عارفة، بيصحى فجأة كده، هو أنا إيه اللي جابني هنا؟ عارفه الاحساس ده؟ ان هو طبعا في مراحل للزهايمر، 3 مراحل وهنتكلم عنهم. المرحله الثانيه منها ان هو بيبدا يفقد ادراكه للمكان والزمان. ولكن تعالي، يعني ايه اصلا الزهايمر؟ علشان الناس كتير قوي دلوقتي، الشباب الجمال بتوعنا، انا بقيت مريض، انا بنسى، انا مش فاكر، انا كذا. لازم نفرق فرق كبير جدا ما بين النسيان وامراض بناخدها من الشيخوخه. باب الهزار. ايوه، من باب الهزار. بس في ناس بقت مقتنعه حرفيا ان هي عندها الزهايمر. الزهايمر ما بيجيش قبل سن 60 قولا واحدا، عشان الناس تبقى مرتاحه. تاني حاجه، الزهايمر هو مرض من امراض الخرف الشيخوخه. خرف الشيخوخه دي مجموعه امراض بتيجي طبعا نتيجه التقدم في السن، منها 60% الزهايمر. والزهايمر ليه اعراض كثيره قوي، مش بس نسيان. الناس رابطه الزهايمر ان انا بنسى احداث، وزي ما حضرتك كنت بتسالي هل هو احداث قديم يعني حديثه ولا قديمة؟ لا، هو بينسى الحديثة مش القديم، هو بيرجع بالزمن ورا شوية، اللي هو دايما يقول لك ايه، انا مراتي فين، هي ما جاتش ليه لحد دلوقتي، طب هي ليه ما متوفاه بيبقاش فاكر الناس اللي موجودين؟ يعني هل هم فعلا بيبقوا مش عارفين اللي موجود وقتيا؟ قدامهم؟ لا، هو بيبقى حاجة فاكره مؤقتة، وقتيا. وخلي بالك، هو رابط الذكريات بتاعت ابنه مثلا بسن معين، ان فهو ابنه كان صغير فهو الشكل بالنسبة الجديد له ده الكبير ده ما يعرفوش. انت مين، فيبدا يقول له اسمه، فيبدا يقول يربط احداث ببعض، صعب قوي. وده وقتي. طبعا هي عمليه صعبه جدا، بس دي مرتبطه زي ما قلنا بامراض الشيخوخه اللي هي الدايمنشا، اللي هي فيما معناها يعني ان هو ضمور في خلايا المخ، فبتبدا تاثر بشكل كبير قوي على القدرات العقليه اللي هي منها الادراك والتذكر والذاكره. تمام كده، فرق كبير ما بين ان انا بنسى، ودلوقتي كمان من اللي احنا بنشوفه في العيادات بيقولوا لك انا بنسى كتير، انا شكلي عندي الزهايمر. الزهايمر اسبابه الرئيسيه منها الوراثه، لازم يبقى في حد في العيله عنده الزهايمر اوريدي بعد سن 60 سنه. تاني حاجه، الامراض المزمنه، مصاحب الامراض المزمنه. يعني ايه؟ الناس اللي عندها السكر والضغط، الامراض دي اصلا في الاساس هي نفسيه، وبعد كده بتبقى جرادولي كده او تدريجيا بتبقى امراض جسديه مزمنه. فالاضطرابات ما بين ان انا ما اخدش الجرعات بتاعت الدواء او السكر بتعمل حاجه اسمها حشوات مخيه، بتعمل ضغط على خلايا المخ، فبالتالي بتعمل ايه؟ بتخلي يبقى في ضمور وعدم كفاءه لخلايا المخ، فبتبدا تدي وتاثر على خلايا المخ، فبالتالي بيحصل الزهايمر. فاحنا عندنا اسباب كتير، منها اسباب وراثه، منها اسباب ان انا طبيعه شخصيتي او اللايف ستايل بتاعي، انا باكل اكل دار، ما بلعبش رياضه كتير، ما بشغلش دماغي. على فكره، في مهن من اكثر المهن يعني اللي بتقلل حدوث الزهايمر، هي المهن اللي معتمده على تشغيل العقل، يعني المحامي، المهندس اللي هو بيشغل عقله باستمرار. ودي من التمارين اللي بنعملها للناس الكبار في السن علشان نبدا محافظين على قدراتهم العقليه، اللي هي لعبه الكلمات المتقاطعه، تذكر الكلمات، السودوك، عارفه الحاجات دي، مش يفضل مخليين دماغهم شغاله مشغلين زي مخهم. الماتور، تفضلي مشغلاه عشان تحافظي على كفاءته.